سلام، مرحبا بكم في القناة ديالي. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ غبرت عليكم شوية، شحال هادي ما درت شي فيديو. ما نكذبش عليكم، كنتش بصحة جيدة هاد الايام، ما كنتش اون فورم، لا انا ولا الدراري. دونك ما كانش عندي صراحة، ما كنتش مركزة باش ندير لا فيديو ولا حتى شي حاجة. واليوم قررت انني ندير لكم واحد لا فيديو على واحد لو سيت سميتو شوروم بريفي. الوغ شوروم بريفي هو ان سيت ديال لا فونت ديال كلشي، كيبيعوا فيه الحوايج، كيبيعوا فيه الاثاث ديال الدار، كيبيعوا فيه ليليكتروميناجي، تلقاي فيه تليفونات، تلقاي فيه كلشي كلشي كلشي. هو سيت ديال ديستوكاج. مني تيكون مثلا شي ماغازان ولا شي اونسين بغات تليكيدي داك لا كوليكسيون ديالها، شوغوم كياخدها وهو كيبيعها بثمن ارخص. وصراحه كتلقاي اثمنه لي زعما ما تصورش على البال، اثمنه رخيصه 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 بزاف بالمقارنه مع الاثمنه ديال المجازات. دونك هاد لو سيت تقدري تدخلي ليه في الانترنت ولا في التليفون في ابليكاسيون، و كيوصلك ديما الجديد. فيه حتى لي فواياج اللي بغى يسافر بثمن رخيص، فيه لي فواياج يعني في متنوع، فيه بزاف ديال المسائل. لقيت فيه واحد لافونت ديال كامايو مؤخرا، ولقيت زعما اثمنه مناسبه، وقلت ضروري ضروري خاصني ناخذ واحد شي حويجات منه. دونك لافونت كامايو، كامايو هو مغازان معروف في فرنسا، ما عرفتش واش كاين في المغرب كامايو، ما عرفتش يقدر يكون. المهم ما علينا، خديت هاد لا روب، هادي هاد لو ستيل هذا عجبني، هي روب شوميز لانها بالصداف حتى الاخر و دايره بحال هكا. راه غتشوفوا في الكلوز اب فاش غادي نجربها، غادي تشوفوها كيفاش دايره. والكمام ديالها طوال، واللي عجبني فيها فيها هاد لو موتيف هكا ليوبار خفيف، لان تيعجبني لو موتيف ليوبار ولكن ما كنلبسوش، لانه الا ما عرفتيش كيفاش تناسقي المسائل بعض المرات ولا كثرتي منه كيجي فولغير، يعني خاص تعرفي داكشي بالقياس. داكشي علاش انا عجبتني هادي وخديتها. على باز الثمن ديالها تيدير 20 اورو، وانا خديتها زعما بثمن رخيص رخيص رخيص. راه غندير لكم كلشي الاثمنه فوق لا فيديو. لارتيكل الاخر اللي خديت هو هاد السنطه هادي. انا خديتها اكسبري باش نلبسها مع هاد لاغوب، وتقدر تجي مع دو تخو غوب. كانت عجبتني واحده اخرى ولكن للاسف ما لقيتش، ما بقاتش في السيت، لان هاد السيت هذا عرفتي راه الزربه الزربه الزربه. اون فوا كيطلعوا لي فونت مع الصباح، مع ديك 8 الصباح، الى ما رديتيش البال وما شفتيش ديك لوفر كتلقاي حتى حاجه ما بقات. دونك هاد السنطه هادي تتجي بحال هكا، حتى هي زوينه. انا باقا محيدتش داكشي ديالها، خصني حتى نقطع عليها هذوك لي زيتيكات. هانتوما شوفوا البنات، قولوا لي كيفاش جاتكم هاد لاغوب هادي. درتها مع هذيك السنطه الماغونيت اللي خديت، وبطبيعة الحال غادي الواحد يلبس معاها دي كولون اللي يكونوا غامقين، ودي بوت اللي يكونوا طالعين حتى الفوق. وفكرت انا نلبس معاها هاد البلازر في البلون، غادي يجي معاها هو هذاك. نقدر نلبس معاها بلازار في المارون في الكحل، ولكن البيض كيزيد واحد
كيرجع لو لوك شكل اخر. الاثمنه كلها راه غادي نديرها فوق لا فيديو. لارتيكل الاخر اللي خديت هو هاد لي باسكيت هادو عاديين سامبل في النوار، وفيهم هاد شويه ديال لارجونتي في اللور. الثمن ديالها على باز كيدير 30 اورو، وخديتها انا برخيصه رخيصه، كانت في هاد اللون وفي البوردو، وخديت انا هاد اللون لانه باس بارتو كيجي مع لي باسكيت، كيجيو بحال هكا. هما باقي ملاصقين، راه باقي كاع محيدت ليهم باقي كاع محيدت ليهم داك الفيل اللي لاصق فيهم، ولكن عجبوني من اللور فيهم هاد الدوغي هذا، تيبينو رجل صغيره. وما عنديش نيت لي باسكيت سامبل هكا في الكحل. لارتيكل اللي من بعد منه غادي نزرب باش ما نطولش عليكم لا فيديو بزاف. خديت هاد لو هاد التيشيرت هذا دي زيتوال بلان لي زيو، دي بحال هكا لو كولورون زوين، تا هو كان بروموسيون، ما كانش غالي بزاف. هاد التيشيرت هذا تا هو كيفاش جا زوين من داكشي. اش كيبان ليكم؟ فوالا ايتوال بلان لي زيو. دونك هادو دي تيشيرت لي ولاو على مود، فيهم دي ميساج، وانا ما عنديش بزاف مع لي تيشيرت اللي فيهم لي ميساج بحال هكا، ولكن هذا عجبني بزاف. هذاك الشيء علاش جاني اوريجينال، ماشي بحال داك الشيء اللي كنشوفو ديما في لي ماغازان، دونك قلت غادي ناخدو. و هادو لي زارتيكل اللي وريتكم هادو كلهم خديتهم من كامايو. بلاتي كنقلب على واحد السنطه، ما عرفتش فين مشات، ما عرفتش فين غبرات. هي لا سانتور كنت كنقلب عليها، ما تديوش على الروينه، راه غتبان لكم الروينه تما المرايه، ولكن عاش غادي نقول لكم دايره مارشي هنا. السنطه هادي في الكحل خديتها، حتى هي زوينه ديال ميبرا، ما عرفتش كيبان لكم اللون مزيان، اللون ديالها في الكحل وزوينه حتى هيايا، حتى هي ما غالياش بزاف. لا سانتور الكحله حتى هيايا ديال ماي براش، هي جات زوينه، جات على هاد الشكل هذا. انا ما غنديرهاش مع هاد لاغوب، ولكن غير باش نوريكم كيفاش جات. خديت من واحد نفس لو سيت ولكن ماركة اخرى، واحد لا مارك ايطاليان سميتها كاريرا، قولي لي كتصطريب بلونجلي كاريرا، كاريرا بالفرنسية. وهي هادي هاد لا مارك هادي كاريرا، وخديت من عندهم هاد لو تيشيرت هذا. عندهم حتى الحوايج الرجال، وخديت من عندهم على باز. انا اللي كان هامني هو هادي، ما هذا قول لي ما هذا قلت خلايت. هادي واحد لا دودون خفيفه لوقت الربيع، انت ديري لي هذاك الساكوشه ديالها باش تهزيها معاك لكنتي غاده مسافره، لكنتي غاده خارجه بغيتي ديرها في ساكادو احتياطا، ما ربما تشدك الشتا ولا هادي تكون موجوده. هيا بلاتي نسدها باش تشوفوها كيفاش غادي تجي، كتجي زوينه زوينه زوينه. فيها الجياب هنا، فيها جوج الجياب من الجويه بجوج، وفيها اللوغو هنا في الكتف، والقبيب شتا
نقطع على الشاكيت كيتزير. فوالا عجبتني بزاف بزاف، كانوا في الالوان ولكن انا خديت في الكحل. المهم انا عندي علاقه حب مع الكحل، ديما كنقول غنغير غنشري لون اخر وصافي بركة عليا من الكحل، وكنعاود نشري عاوتاني الكحل. هو صراحه كتقلبي على السهله لان الكحل كيجي مع كلشي. ها هو شتي كيفاش كتجمع. الوغ دابا هاد لي زارتيكل راه ما غاديش تلقاوهم في لو سيت واخا غتدخلوا ليه، غير ما هو كنعطيكم واحد الفكره حيت ديما كيجددوا وديما كيديروا دي نوفو زارتيكل، ديما لي مارك متنوعين، ديفيرونت مارك ديفيرون ماغازان كاينين في هاد السيت هذا. التيشيرت تا هويا تا هو جا زوين، بلاتي نطلع الكاميرا شويه باش يبان لكم مزيان. ها انتما تيجي بحال هكا، هذا كول في وفيه هاد لو ميساج بحال هكا كورسير. عجبني هاد الشكل هذا، انا غادي نجربو مع لا دودون اللي هضرت لكم عليها. شوفوا كيفاش غادي يجي ستيل، يجي ستيل واعر زوين بحال هكا. كاين نيت البرد الواحد يتكبط. لا جا غزال جا هو هذاك. هانتوما كيف ما كتشوفوا، قول لي ويلي ويلي خاصنا شويه الريجيم، شي نهار ندير لكم شي فيديو كيف نقص الوزن. دابا البرد عم ضرقو كل شيء ما غيبانش. فوالا ديال هاد الدون تاعي اللي وريتكم هاكا كتجي. شحال وانا كنتسنى كنت باغيه ناخذ هاد الشكل في هاد لا دودون بحال هكا خفيفه فوقت، ماشي دابا فوقت الربيع ان شاء الله. الوغ شغل سالينا منه، دونك غادي ندوز لكم البيمكي. بيمكي في لا بيريود اللي كانوا دايرين لي فونت بريفي قبل السول دايرين لي فونت بريفي، واستغليت الفرصه خديت من عندهم اول حاجه هاد لو بول هذا. انا عندي واحد راه كنت وريتكم في الفيديو السابق، عندي واحد في المارو وكنت بغيت واحد في الابيض لان تيعجبني اللون الابيض حتى هويا هكا. شوف كيفاش كيجي زوين 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 ورطب، عرفتي واحد الرطوبه ما نعاودش ليكم. و هو يا واخا خفيف رغم ذلك راه كيسخن، فهمتي؟ حيت شفت وحدين في دي ماغازان اخرين ولكن فيهم دوك لي بوطون كحلين ولا دوغي، انا كنت بغيتو سامبل هكا في الابيض. وكول في تيجي زوين بحال هكا، دونك عجبني بزاف. هذا كان كيدير 25 اورو وخديتو ماشي في السولد يا ربي في لي فونت بريفي ناقص 30%، وراه باقي في الماغازان بيمكي. و او ميم طون كومونديت هاد لي شارب هادي لان عندي بزاف 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 ديال الشيلان بحال هكا عندي، ولكن عندي في الالوان ديما مغلوقين الكحال الكري. هاد المره قلت بغيت نبدل وبغيت شي اي شارب لي غيجيني مع مونطو، واحد المونطو عندي في المارون قلت هذا هو اللي غادي يجيني معاه. وعرفتي حتى هو رطب 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 وسخون بزاف. الثمن ديالو 16 اورو وخديته بناقص 30% حتى هو. الوغ ملي كنت كنسجل لا فيديو تفاجات لقيت فيه واحد ديفو، فيه واحد بحال طبعه ولا ما عرفتش شنو هي. المهم غادي نشوف، يا اما نرجعو يا اما غادي نصبنو الا بغات تحيد لي هاد الطبعه هادي. سي دوماج حيت هاد لي شارب عجبني بزاف بزاف. فوالا هذا هو لو بول ديال بيمكي اللي هضرت لكم عليه، شوفوا كيفاش داير حتى هو زوين زوين زوين. وقول لي دابا هضرتي، دابا البرد
دابا باش ناخدو شي حاجه اللي تسخننا، ماشي داكشي اللي يجيب لينا البرد. بلاتي التيكيته كتبان، باقي ما حيدت ليه التيكيته ديالو. المهم كيجي بحال هكايا، عرفتي رطب 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 بزاف، وغادي يجي نيت مع هاد لي شارب اللي هضرت لكم عليها. هكا يجي معاها داكشي، هذا هو اللون اللي كنت بغيت من شحال. هادي هو، بلاتي نوريكم باش تجي تشوفوا اللبسه كيفاش غادي تجي. نلبسها بواحد المونطو وغادي تقولوا لي شنو الراي ديالكم. غادي نلبسها مع هاد المونطو هذا. انا هاد لي شارب هادي، هاد الشال خديته اكسبري على قبل هاد المونطو، حيت قلت هذا هو اللي غادي يجي معاه. فوالا، شوفوا كيفاش جات اللبسه، يا هاديك اسورتي على هكا. بغيت تحزن ولا كيجي كيجي داك الستيل من داكشي زوين، حيت لي كولور ما كم مواتين مع بعضياتهم. دونك اخر ارتيكل من بيمكي هو هاد لو توب لي داير بحال هكا بالدونتيل. هاد اللون هذا حتى هو زوين، ما عنديش لون، نقول لكم لون بوردو، بوردو في شويه ديال الفيولي، كاين حتى في الكحل. هذا جاني كادو في العيد ميلاد ديالي، خداوه ليا الدراري كهديه، دونك كانوا جامعين شويه الفلوس. كنا نهديو لك ماما شي كادو، وانا اختاريت وهما خلصوا. زوين زوين، الثمن ديالو كيدير 13 اورو، وهذا باغ كونتر ما كاينش في السولد. هاد لو او ديال بينكي هكا بلا دونتيل تيجي على هاد الشكل هذا. بلاتي نوريكم فيه لو كول باتو، و طبيعة الحال ما كنتش لابسه تحت منه هاد الشيء، خص تكون شي حاجه في الكحل باش ما تبانش، يجي داكشي اسورتي ضروري، حيت انا دابا راه غير تنجرب باش نوريكم، مي هو خص تكون ملبوسه تحت منه شي حاجه في الكحل ولا شي دوسو في اللون ديالو. فوالا، دونك فيه الشبكه بحال هكايا، وزوين هذا زوين. درت واحد دوتر كوموند حيت هادي لا بيريود ديال لي سولد هنايا في فرنسا، و سورتو في لا ريجيون اللي حنا اللي انا فيها. درت بزاف ديال لي كوموند، كنتسناو غير وصلوني ان شاء الله. و صراحه انا ماشي كنتسنى لي سولد باش نشري، غير باش نشري لا، كنشري داكشي اللي غادي يخصني العام، مثلا الفصل ديال الشتاء ليا والدراري. كنستغل هذه الفرصه هذه لان لي زارتيكل كيكونوا بثمن مناسب، وتخفيضات كتكون مهمه، ناقص 50 ناقص دي فوا 70 ناقص. دونك ترقبوا ان شاء الله الفيديوهات الجايين، راه غندير لكم دي فيديو ديال كوموند شيئين وحوايج اخرين. المهم دزت واحد بالزربه بالزربه في المغازان اوكايدي، وبيبي اوكايدي. المهم انا كنمشي لاوكايدي لانه هو ديال الكبيبرين، وخديت حويجات لبنتي غير بالزربه. ما نطولش عليكم، هذا مونطو بهذا بالقبيب ديالو، وزوين زوين عطي واحد الرطوبيه
ناقص 40% البنات، وعلى باز الثمن ما كاينش الثمن. المهم راه كلشي غندير لكم في الفوق، غادي تشوفوا التثمينه راهم باقيين في المكازان البنات. الا بغيتو تمشيو تاخدو ديروا دويره، عتي رطب 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 وزوين. هادو هما اللي ولاو على مود دابا. خديت ليها في نفس الوقت واحد الجين، هو ماشي بونطالون الجين، هو تريغين، عرفتي دوك لي بونطالون دوك لي ليغين، لي ماشي ليغين، تريغين كيكونوا كيتجبدوا بحال هكا. هذا كي زوين، واول مره كنلقى تريغين كيتصير بحال هكا، وهادي زعما قضيه زوينه لان بنتي انا عندها لاطاي فين هنايا، دونك هذا غادي تقدري تزيري على حساب لاطاي اللي بغيتي. فوالا داير بحال هكا، وهاد اللون ما عندهاش في السراول، دونك خديت لها هاد اللون هذا زرق ناصح زوين زوين. شوفوا داير هكا الشكل ديالهم حمر. وخديت ليها دي بولو واحد هكا، في هاد لي موتيف هكايا دايرين، هما كي شكلش دايرين كلهم دايرين هكا زوينين زوينين. هذا على باس تيدير 12 اورو. وخديت ليها واحد هذا انا على باز خديته للرياضه، المهم الا بغات تلبسوه من غير الرياضه راه غادي تاخذوا هذاك ما عقلتش. المهم غنقول لكم شحال خديته داك لو بول الابيض، هذا كان ناقص 50%، الوغ الثمن ديالو 15 اورو. هادشي ما عرفتوش كيبان ليكم ولا لا، راه مكتوب فيه ماشي العيبات هكا، وفي الكمام فيه هاد المخطط بحال هكايا، ومن اللور فيه القم. فوالا دونك هادشي اللي خديت. دونك تنتمنى ما نكونش طولت عليكم، ولاحظت بانني في الفيديو تنهضر تنقول دونك 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 دونك. المهم كنتمنى تكون هاد لا فيديو عجباتكم، وخديتو شي افكار على التخفيضات اللي كاينين هاد الايام هادي، ودونك نيزيتي با صراحه استغلوا الفرصه هاد الفتره هادي، كاينين تخفيضات مهمه. طبيعه الحال الا خديتي في السيمانه الاولى ديال لي سولد راه كتلقاي كيكون عندك حظ كبير باش تلقاي لي طاي، الا تسنيتي حتى السيمانه الثانيه والثالثه باش التخفيضات يزيدوا يوليو 70% بعض المرات 80% حتى 90% بعض المجازات. للاسف بعض المرات ما كتلقايش لي طاي ولا ما كتلقايش هذا. المهم استغلوا الفرصه ليكم ولوليداتكم تشريو حويجات اللي غادي يديو ليكم العام كله وحتى العام الجاي، علاش لا. بعض المرات انا تنشري للدراري شي حوايج اللي غيستعملوهم حتى العام الجاي، فاش كيوصل البرد الجاي كيكونوا موجودين نشريهم بثمن رخيص. الوغ بقيت بلا 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 كنهضر حتى تقطعت لا فيديو، فتقطع ليا التليفون الاخر ما بقاش عندي فيه شارج وحبست لي على فيديو بقيت كنهضري بوحدي. المهم كنتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم، تكونوا استفدتوا، كنتمنى لكم يوم سعيد او ليله سعيده على حسب الوقت اللي غتشوفوا فيه هاد لا فيديو. ما ترددوش اشتركوا في القناه ديالي، ديروا لايك، شجعوني بكم، تعطوني افكار باش لحلقات قادمه ان شاء الله. استودعكم الله، وتنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.